النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية التي سنبدأها كما عودناكم دائما بآخر صور الأقمار الاصطناعية التي تقريبا تشير إلى تواجد بعض السحب والغيوم في المناطق الشمالية من المملكة على وجه التحديد، قادمة من البحر الأبيض المتوسط. هي مرافقة لتدفق تيارات هوائية غربية رطبة عملت على هطول الأمطار في المنطقة الشمالية من المملكة على وجه التحديد. بعض الزخات الخفيفة من الأمطار أيضا وصلت إلى المناطق الوسطى من المملكة. خرائط توقعات درجات الحرارة للكتل الهوائية في طبقات الجو المختلفة تشير لأن هناك اندفاعا لهواء بارد قادم من القارة الأوروبية باتجاه شرقي البحر المتوسط، كما نلاحظ باتجاه المملكة. يتوقع أن يصل هذا الهواء البارد يومي الأربعاء والخميس، خاصة مع ساعاتي الأربعاء الخميس ونهار يوم الخميس. قبيل ذلك تأثر المملكة بتيارات هوائية باردة قد تعمل على حدوث ليالي شديدة البرودة في بعض المناطق، هطول زخات خفيفة من الأمطار في المنطقة الشمالية. أما يومي الأربعاء والخميس ونتيجة لتعمق هذا الهواء البارد، فيتوقع أن يتشكل منخفض جوي يؤثر على المملكة. هذا المنخفض الجوي قد يصنف بأنه من الدرجتين الأولى والثانية وهو تحت المراقبة، ومن المتوقع أن يجلب الأمطار الوفيرة إلى مناطق عدة من المملكة على شكل زخات خاصة يوم الخميس، ولكن مع انخفاض لافت وملحوظ جدا على درجات الحرارة، بحيث تعيش المملكة أجواء باردة للغاية وهي أبرد بكثير مما هو معتاد عليه مثل هذا الوقت من العام، خاصة كبدايات شهر آذار. بالعودة إلى توقعات الأحوال الجوية هذه الليلة، فالطقس يكون بارد إلى شديد البرودة، يكون باردا في أغلب المناطق لكنه شديد البرودة في مناطق السهول الشرقية والبادية وجبال الشراء. هناك توقعات بتشكل الصقيع في بعض المساحات الزراعية من تلك المناطق. في العاصمة عمان تتراجع درجة الحرارة الصغرى هذه الليلة 5 درجات مئوية بمشيئة الله تعالى. أما نهار يوم غدا فيتوقع أن تكون درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلاتها المعتادة. الطقس يكون باردا نسبيا لكنه مستقر بوجه عام مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية ما بين خفيفة إلى معتدلة السرعة. نستعرض سوية درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم غدا والصغرى ليلة الثلاثاء الأربعاء. وطبعا قبل ذلك نخوض بتوقعات الأحوال الجوية خلال 3 أيام القادمة، فتكون يوم الثلاثاء 12 إلى 4 درجات مئوية. نلاحظ من الأربعاء 11 إلى 4 مع فرص لزخات من الأمطار في ساعات الليل بسبب هذا المنخفض الجوي. نلاحظ التراجع الكبير المتوقع درجات الحرارة تتراجع إلى 7 درجات مئوية والصغرى 6 درجات في ساعات الليل. تراجع كبير متوقع الأجواء يوم الخميس، منخفض جوي ليلة الأربعاء على الخميس، وينحسر هذا المنخفض مع ساعات مساء يوم الخميس بمشيئة الله تعالى مع أجواء باردة بوجه عام. درجات الحرارة العظمى متوقعة يوم غدا والصغرى في مدن ومحافظات المملكة، سنبدأها شمالا من إربد 15-6، جرش كذلك الأمر، عجلون 13-5، وفي المطرق 16 إلى 5 درجات مئوية. في المناطق الوسطى في العاصمة 12-4، في السلطة 12-6، في مأدبة 14-5، في البحر الميت 21-14، وفي الزرقاء من 16 إلى 6 درجات مئوية. في حين تكون جنوبا في العقبة 24-14، في معان 16-4، في الشراء 11 إلى درجتين، نلاحظ برودة الأجواء في ساعات الليل 13 إلى 5 في كل من الطفيلة والكرك. أما في المناطق الشرقية تكون في رويشد 19 إلى 6، 18 إلى 7 في الصفاوي، و 19 إلى 8 في منطقة الأزرق. قبل الختام توصية هامة بشأن الأحوال الجوية السائدة للإخوة المزارعين من مخاطر تشكل الصقيع في المساحات الزراعية المتعددة والمنتشرة في المملكة خلال ساعات الليلة القادمة. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية حتى الساعة. للمزيد يمكنكم تحميل تطبيق طقس العرب أو زيارتنا عبر موقع طقس العرب الإلكتروني ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم بخير، إلى اللقاء.